أكد النائب وعضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والتكامل الاقتصادي العربي بالبرلمان العربي خالد العتيبي، أكد أهمية التوافق بين الدول العربية لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي المنشود. وقال العتيبي على هامش اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية ضمن اجتماعات اللجان الدائمة الأربع للبرلمان العربي إن تحقيق التكامل الاقتصادي العربي المرجو يمكن أن يتم من خلال تفعيل القوانين في بعض الدول.